محمد عبد الجليل مدير قطاع الناشئين من مصر مقصة، بعد كده رايحين على اسكندرية وقطاع الناشئين بسموحة. زي ما قلت لحضراتكم من أول يوم هتكون القاعدة بتاعتنا الأول هي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد كده هنتوسع ونتجول مع كل المواهب وكل المشاكل الموجودة داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها. عندنا مشكلة هنطرحها النهاردة وإن شاء الله هنلاقي لها حل من خلال برنامج الأشبال، وهي إزالة الملاعب الخماسي. ملاعب الخماسي طبعا بتقام على الأراضي الزراعية، إحنا ضد الكلام ده، ضد المخالفات، لكن إن شاء الله هيكون معانا تليفون مهم من ناقد رياضي كبير هنتكلم معاه ونشوف إيه البدائل اللي ممكن تطرحها وزارة الشباب والرياضة عن طريق الدكتور أشرف صبحي للشباب، خاصة إن الملاعب دي متنفس كبير للشباب لاستخراج الطاقات كبيرة اللي داخلهم. الملاعب دي بتطلع برضو مواهب للأندية والمنتخبات مصر. النادي الأهلي، بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي بيواصل التدعيم، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة، تدعيم للفريق الأول والتدعيم لقطاع الناشئين داخل النادي الأهلي علشان يكون عندك قطاع ناشئين قوي ويكون في نفس الوقت عندك فريق أول قوي. النادي الأهلي ضم محمد محمود المنتقل من دجلة. الحلو في الصفقة إن محمد محمود مواليد 98، لاعب صغير تحت السن، هيتأيد تحت مع فريق 97. محمد محمود من اللعيبة اللي انضمت حديثا لمنتخب مصر، من الخامات المبشرة، من اللعيبة المتميزة، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق إنه يعمل تاريخ كبير داخل النادي الأهلي وده مع منتخب مصر. برضه في نفس الطريق النادي الأهلي بيعمل قطاع ناشئين قوي على أساس علمي، وده من أول السنة في الاختيارات كلها، في اختيارات المدربين، في التدعيمات اللي تمت من خلال اختيار لعيبة زي محمد فخري من المحلة وعمار حمدي ولعيبة كتير. برضو النادي الأهلي بيواصل التدعيم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وإحنا شايفين الحمد لله السنة دي ترتيب النادي الأهلي في كل المسابقات وفي كل الجداول النادي الأهلي بيتصدر كل المسابقات. أنا شخصيا كان ليا تجربة فترة معايشة كانت في نادي بايرن ميونخ، كنت راح أتعلم هناك مع الفريق الأول، لكن طلبت منهم إن أنا أكون متواجد برضو مع قطاع الناشئين وأشوف الدنيا هناك بيشتغلوا إزاي. هو ده قطاع الناشئين في نادي بايرن ميونخ. كان الأول قطاع الناشئين هناك كل اللعيبة مع الفريق الأول مع فريق 23 في مكان واحد، فصلوا الناشئين عن الفريق الأول وحطوهم في مكان لوحده. المكان ده تكلف حوالي 45 مليون يورو، تكلفة كبيرة جدا. ده الجيم بتاع الناشئين، وهناك عاملين هما جيمين، عاملين جيم، نرجع تاني بالصورة، عاملين جيمين للأعمار السنية من فوق 15 ل 19 ليهم مكان مخصص، ومن 15 للأعمار السنية تحت ليهم جيم معين. دي الاستراحة بتاعت الناشئين داخل نادي بايرن ميونخ. ده الجيم زي ما كنت بكلم حضراتكم، ده من أعمار سنية من 15 ل 19 ليهم الأجهزة المعينة، ناس بتشتغل على أساس علمي علشان تطلع لاعب لنادي بايرن ميونخ الأول ولجميع المنتخبات سواء هو لاعب محترف أو لمنتخب ألمانيا. دي الاستراحة، ده المكان الاستراحة. هناك كل لاعب بيبقى ليه غرفة، انا كنت حتى طلبت ان انا ادخل واصور الغرف، قالوا لي دي بتبقى يعني خاصه باللاعبين ممنوع فيها التصوير، لكن ده المكان اللي الولاد بيتجمعوا فيه وقت الراحه بتاعتهم، بيقعدوا اللي عايز يلعب بلياردو عايز يتفرج على التلفزيون بيكون مكان مجمع للولاد كلها. ده الجيم اللي تحت من اول 15 سنه فيما تحت، برضو نفس الاجهزه ونفس الشغل المعين ليهم، زي ما بقول لحضراتكم كله على اساس علمي. ان نادي بايرن ميونخ يهتم بالقاعده وهي الناشئين فاكيد ده شيء محترم، وده برضو الجماهير اللي بتحضر في المباريات. حضرت مباراه لفريق الشباب هناك 19 سنه في الدوري، دي عدد الجماهير اللي بيحضر، كمان نفس اللعيبه اللي بتلعب في 19 سنه هو نفس الاسلوب ونفس الطريقه، نفس الاسلوب ونفس الطريقه بتاعه الفريق الاول. دي العيادات، دي الجماهير وكميه جماهير ما شاء الله، اولياء امور وجماهير محبه لنادي بايرن ميونخ بتتفرج على الناشئين وعارفه المواهب اللي عندها. دي العيادات الموجوده داخل نادي بايرن ميونخ، برضو الاجهزه الطبيه وازاي انك تهتم بناشئ ولد صغير، الاهتمام كله هناك مش راح للفريق الاول زي ما احنا بنعمل في مصر، كل الاهتمام وكل الدعم وكل الرعايه بتروح للفريق الاول. طب فين القاعده اللي عندك علشان ابني صح، علشان يبقى عندي اساس صح؟ هو ده الاساس، اجهزه طبيه، استراحات، غرف معيشة، تغذية، كل حاجة، ملاعب، ده ملعب المباريات، استاد مخصص للمباريات فقط. شايفين عدد الجماهير ما شاء الله اللي كان حاضر، وهنشوف برضو ملاعب التدريب، ملاعب التدريب هناك برضو ما شاء الله على أعلى مستوى، على أعلى مستوى هناك
مش ملاعب ممكن تعمل اصابات للاعيب ممكن تنهي عمره في الكوره بدري، لا ملاعب برضو مميزه هناك عدد الملاعب كبير، وهي دي وهو ده قطاع الناشئين نادي ميونخ. النادي الاهلي على فكره عندنا كل الامكانيات دي، النادي الاهلي بيشتغل برضو بنفس اسلوب نادي بايرن ميونخ. عندنا هناك في مدينه نصر، في النادي الاهلي في مدينه نصر عندنا عدد ملاعب كتير، عندنا اجهزه طبيه، عندنا جيم، عندنا اسلوب برضو في التغذيه، عندنا استراحه للناشئين. فالنادي الاهلي الحمد لله الناس بتشتغل برضو بنفس منهجيه نادي بايرن ميونخ، وان شاء الله هنشوف النجاح ده خلال الفتره الجايه. وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده الفيديو ملاعب نادي بايرن ميونخ، ده ملعب 7، هتلاقي الملاعب مترقمه، دي نجيل طبيعي، هنلاقي فيه حوالي 7 ملاعب نجيل طبيعي وفي ملعبين نجيل صناعي عشان وقت المطر، ملاعب على اعلى مستوى. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي برضو ناسي ماشي بنفس الخطه وبنفس الطرق ونفس الاسلوب في نادي بايرن ميونخ، وان شاء الله هنحصد الكلام ده كله خلال السنين الجايه وخلال الفتره اللي جايه. في حلقتنا النهارده وفي كل حلقه دينا نجم دايما بنتكلم عنه، نجم بقى ليه تاريخ كبير داخل النادي الاهلي وهو لاعب وهو برضو مساهم في اكتشاف المواهب والنجوم، زي ما اتكلمنا قبل كده عن نجوم كتيره زي الكابتن مصطفى حسين، زي الكابتن فتحي نصير، كابتن بدر رجب، زي كابتن ميمي الشربيني. نجمنا النهارده اعتزل الكوره سنه 82، انضم لقطاع الناشئين واشتغل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سنه 83، من 83 ل 92 فتره كبيره، من 92 ل 95 اشتغل مع الفريق الاول مع المدرب ألين هاريس، وفي الفتره دي النادي الاهلي حقق بطولات وحقق انجازات كتيره. من سنه 97 لسنه 2002 رجع مره ثانيه لقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي، وفي الفتره دي ساهم بقى في اكتشاف مواهب ونجوم قدمها للفريق الاول. الحمد لله كنت انا واحد من ضمن المواهب اللي قدمها للفريق الاول، حسام غالي، شريف اكرامي، وائل رياض، نجوم كتير. هو نجمنا النهارده كابتن عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطه، كابتن شطه. نشوف تقرير على كابتن شطه، نرجع لحضراتكم مره ثانيه.